سائل كريم يسأل عن القنوت، متى وقته؟ متى وقته؟ القنوت جاءت الأدلة أنه قبل الركوع، وجاءت الأدلة أنه بعد الركوع، واختار الشافعية والمالكية القنوت يكون قبل الركوع، وهو مشهور من مذهب المالكية، وعند الحنابلة والأحناف أنه بعد الركوع، فيجوز أن يكون بعد الركوع ويجوز أن يكون قبل الركوع، والمشهور أنه بعد الركوع، المشهور أنه بعد الركوع، لكن عند مالك أن يخلونه قبل الركوع، وفي أحد القولين عن الشافعي أنه قبل أيضا الركوع، والحمد لله دلت عليه الأدلة بهكذا وهكذا، لكن أشهر أنه بعد بعد الركوع، لكن من فعله هكذا ومن فعله هكذا فهذا يسمى اختلاف التنوع، فكلها دلت عليها دلت عليها الأدلة. أنا بجيت ألف كتاب على الموضوع ده وأثبت إنه صح شيء قبل الركوع. الصحيح أنه بعد وليس قبل. ما يمنع المسائل عند العلماء بما يستدل عندهم الدليل وبما يرجح، لكن ما عندنا مشكلة إذا كان قبل أو إذا كان بعد. من يقول، من الآن يأتي مثلا فيقول أبو حنيفة ولا الإمام أحمد أنه ليس على شيء، ما حصد أحد يقول مثلا. حديث أنس واضح عند مسلم أن النبي قنت شهرا وكان يقنت بعد الركوع عليه الصلاة والسلام، وهذا من خلاف إيش؟ من خلاف التنوع، ليس خلاف تضاد، هذا خلاف تنوع، والإنسان الأفضل في خلاف التنوع أن يكون على المذهب الذي هو في بلده حتى لا يثير الفتن فين؟ بين الناس، ولا سيما إذا كان الدليل قد دل عليه. فإذا كنت في بلد يقنتون قبل الركوع فاقنت قبل الركوع، كما هو في بلاد المغرب العربي وفي السودان أحيانا لمن يعمل بالمذهب المالكي، بل هناك أخي الفاضل في الركوع من هو سرا أصلا، المالكية والشافعية يرونه سرا، المالكية والشافعية يقنتون سرا، الحنابل والأحناف يقول يكون جهرا بحديث الحسن بن إيش ابن علي، وهذا أيضا من خلاف التنوع، يكون هكذا ويكون هكذا، فالأمر فيها الحمد لله أنها في سعة.